السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشطر متابعين وأحلى ستات في الدنيا وأكتر ستات بيعرفوا يدبروا ويوفروا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض تحضيرات رمضان، هنعمل بهارات الفراخ وهتطلع معانا تحفة وأحلى بكتير من اللي بنشتريها من بره، وأنضف وكمان أوفر بكتير جدا جدا. شوفوا الكمية اللي هتطلع معانا من مجرد معلقة من كل نوع بهار من اللي عندنا دول. طبعا البهارات لوحدها بتكون ميزانية. أنا اشتريت بهارات يعني حصى، اشتريت هتلاقوهم في فيديو المشتريات ما يكملوش 60 جنيه كلهم. عملت منهم كذا نوع بهارات، عملت بهارات سمك، بهارات لحمة، وكمان عملت مرقة الدجاج الفورية، وبعمل معاكم اهو بهارات الفراخ وبهارات شاورما، وكمان عملت بهارات بسم الله الرحمن الرحيم حواوشي وكفتة. تمام، كل الخلطات اللي عندي دي هتبقى حلوة جدا، هشيلها في العلبة بتاعة التوابل مش هيحصل لها اي حاجة، لان انا بحط لها ملح، والملح عندي هنا بيستعمل كمادة حافظة علشان التوابل اللي عندي ما تبوظش ولا يجي لها سوس ولا اي حاجة من دي خالص. هنسمي الله دلوقتي ونقول انواع البهارات اللي معانا ونبدأ الشغل على طول على بركة الله. اول حاجة يا بنات، انا معايا هنا كمون حصى او كمون حب. لو عايزة تستعمليه مطحون براحتك، بس الحصى او الحب عموما بيدي نكهة اقوى وبيدي ريحة اقوى، وبيخليك تستعملي اقل في البهارات. تمام، يعني بدل ما تستعملي نص معلقة ممكن تستعملي ربع معلقة وتقضي نفس الغرض. الخلطة دي هنعملها للفراخ المشوية، للفراخ اللي في الصينية، الفراخ المسلوقة، اي نوع فراخ، حتى البانيه هيتبل بنفس التتبيلة دي. بصل بودرة وتوم بودرة، ملح، بتاع ده بابريكا، سوري بابريكا، كركم، كاري، كزبرة، جنزبيل، فلفل أسمر، قرفة، زعتر، وحبهان، ورق لورا أو ورق الغار، و خلاص كده أنا قلتهم كلهم كده. هنسمي اللي بقى ونبدأ نشتغل في المطحنة بتاعتنا ونشوف هنحط قد ايه كمية من كل تابل. عندي هنا الجنزبيل هستعمل منه نص معلقة بالظبط. تمام، نص معلقة كبيرة اهو، مش هزود من الجنزبيل لان ريحته قوية قوي. القرفة نفس الكلام، نص معلقة، بسم الله. والحاجة اللي هستخدمها هركنها على جنب علشان ما تلخبطش وارجع استخدم منها تاني، معلقة كبيرة ورق لورا. في منه مطحون جاهز وفي اللي هو الورق ده، مفيش مشكله انت ممكن تجيبيه زي ما هو كده وانت تطحنيه، يعني المطحنه بتاعه الخلاط ما اثرتش معانا في حاجه. نص معلقه حبهان، مش اكتر من كده لانه ريحته قويه قوي. معلقه كبيره زعتر، الفراخ دي حبيبه الزعتر، والزعتر يعني روحها بصراحه، اكتر حاجه بتليق معاها وبتخلي طعمها حلو قوي. معلقه كبيره بابريكا او فلفل احمر بارد زي ما بيسموه، معلقه كبيره كركم، ومعلقه كاري اهو، فلفل اسمر معلقه كبيره طبعا ده اساسي يعني، الكزبره معلقه كبيره، بصل بودره وتوم بودره معلقه. دايما يا بنات، عشان البنات اللي ما بتعرفش تفرق ما بين البصل والبودرة، اولا هي بتعرف من ريحته، لو مش هتقدري تفرقيه من ريحته البصل بيبقى لونه فاتح شوية، التوم بيبقى لونه اغمق سنة بسيطة. تمام، مش عارفة هو واضح شوية ولا لا، اهو التوم لونه غامق سنة بسيطة يعني، البصل فاتح اهو، بس هو كده كده عموما بيتعرف من ريحته يعني ما تقلقوش. معلقة من دي ومعلقة من دي. الملح بقى عندنا بسم الله معلقة كبيرة من الملح، وبرضو واحنا بنشوف الطبخة بتاعتنا نظبطها، برضو نبقى نظبط الملح بتاعنا. هنسمي الله كده ونروح على المطحنة بتاعتنا، نقفلها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح نطحن التوابل بتاعتنا، توابل الفراخ التحفة دي ريحتها حلوة اصلا من قبل ما تطحن، ولما تطحن بقى تبقى ريحتها احلى بكتير. تمام، هنروح نطحنها ونشوف دلوقتي مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. هوقف طحن وهعمل ايه دلوقتي؟ هفك المطحنة بتاعتي وهقلبها كده اهو. انا بقلبها كده ليه؟ علشان التوابل تتقلب كويس وتطحن معايا كويس، تمام؟ ما يبقاش حبة الطحن فوق والحبة اللي تحت لسه حصل. بسم الله. لونها حلوة قوي وريحتها تحفة من قبل ما افكها كمان. بسم الله. بعمل الحركة دي عشان انزل التوابل اللي على السكينة بتاعت المطحنة، ونفتح المطحنة بتاعتنا. هي جامدة بس شوية اهو، فتحت تمام. في ورقة لورا ما اتطحنتش كويس، مش ورقة كمان، تلات اربع ورق. بسم الله ما شاء الله الريحه، اقسم بالله ريحتها حلوه جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم يعني الريحه عامله ازاي. ريحتها حلوه قوي بصراحه، يعني انا قربتها عشان اشمها كويس، ريحتها والله حلوه قوي، تفتح نفسك كده على الطبيخ. هعمل ايه دلوقتي؟ هشيلها في الاكياس اللي انا هشيلها فيها لحد رمضان، ولو عايزه تشيليها في برطمانات مفيش مشكله، الحاجه اللي تريحك. بس انا بشتغل في اكياس دلوقتي عشان دي اللي متوفره عند الناس كلها، مش حابه اعمل حاجه ما تكونش موجوده عند حد. هي دي بهارات الفراخ. عايزه اقول لكم معلقه واحده منها بس في كيس كده لوحدها بخمسة جنيه، تمام؟ لو يعني لو هنشتري من بره هنشتري معلقه واحده كده بالخمسة جنيه. شوفوا بقى انا عملت كميه قد ايه وما كلفتنيش اي حاجه، ما كلفتنيش الخمسة جنيه دول حتى. والريحه بتاعتها قويه قوي، يعني ما تستخدموش منها كتير يا بنات، يا دوب هي ربع معلقه او نص معلقه بالكتير قوي. وادعولي بقى. نزل كله في المطحنه تمام. هي دي الكميه اللي طلعت معايا توابل الفراخ تحفه دي. هنقفلها ونطلع منها الهواء كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، واضغط عليها عشان الهواء يطلع منها. هي دي يا بنات توابل الفراخ. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اكون افدتكم ولو بمعلومه بسيطه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان غيركم يستفيد بيه، وما تنسونيش بدعوه حلوه في الشهر الكريم اللي احنا داخلين عليه ده، علشان انا هولد قريب، هولد في اول الشهر، فادعوا لي بقى ان ربنا يسترها معايا كده ويقومني بالسلامه. مع الف سلامه.